الباب الثامن والأربعون. باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم.